فعلا جلالة الملك ركز على المقومات الكبرى أولا لبناء الاقتصاد الوطني والمقومات الأساسية لحماية المواطن المغربي، الاقتصاد من خلال إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وضع 15 مليار درهم، كذلك إعطاء الأهمية والأولوية لقطاع الفلاحة بصيغة أخرى وبتصور آخر، وكذلك إصلاح القطاع العام والمؤسسات العمومية والوظيفة العمومية من خلال قانون التعيين في المناصب السامية. كذلك في الجانب الاجتماعي ركز صاحب الجلالة على الحماية الاجتماعية بتفرعاتها الأربعة، سواء التغطية الصحية أو التقاعد أو التعويضات العائلية أو التعويض عن فقدان الشغل، وبالتالي هذه المرتكزات الأربعة هي مرتكزات اللي كتجي في ظرفية استثنائية بأفق استثنائي. ما علينا كبرلمانيين إلا أن نبديع في المراقبة والتشريع، وكذلك ما علي الحكومة إلا أن تشرع في خلق في تفعيل هذه المشاريع على أرض الواقع. المسؤولية بالمحاسبة. طبيعة الحال هذا مبدأ دستوري أساسي، دستوري أساسي، وهو ينطبق على الجميع وعلى الجميع وعلى كل شيء، لأنه بدون ربط المسؤولية بالمحاسبة لن ننجح إطلاقا، خاصة في هذه الظرفية الاستثنائية التي تتطلب الوحدة الوطنية ومزيدا من الوطنية ومزيدا من التضحية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.